نأتي إلى الآن إلى كما يقال توضيح هذه الأخطاء، يعني جمعها بعض العلماء في صور شتى بالنسبة للحن الجلي وبالنسبة للحن الخفي، ولكن طبعا نركز القول فيما يتعلق بالنسبة للحن الجلي لأنه واضح والجميع من الناس يخطئون فيه، وطبعا يندرج تحت كل صورة أمثلة كثيرة جدا، وطبعا كما قال نأتي بأمثلة. ونريد من طبعا الأخوة أن ينتبهوا لأن سنسأل بعض الأسئلة، وأيضا ستكون هناك بعض الجوائز، فلذلك يعني ينبغي التنبه، يعني بعد ذكر بعض هذه العناصر سنبدأ في الأسئلة، فعليكم أن تنتبهوا. أسئلة للكبار والصغار، يعني للجميع المشاركين، لأن طبعا كما قال هذا التفاعل نستطيع أن نستوعب هذه أو هذا الموضوع بشكل يعني إجمالي. الصورة الأولى إبدال حرف بحرف، يعني يخطئ هذا الإنسان بدل أن يقول حرف ينطقه بحرف آخر، مثل ماذا؟ مثل قلب السين صادا، مثل هنا يسطون، الأصل يعني يخطئ بعضهم ويقول يسطون يعني يخطئ في ذلك، وأيضا في الزاي يقلبها سينا، والرجس كلمة أخرى، ولكل معنى آخر، فخلط هذا يعتبر ماذا؟ لحنا جليا، يعني خلط بين حرف وآخر. وأحيانا يكون بسبب يعني تأثر هذا الإنسان باللهجة، لهجة معينة، فأحيانا بسبب كون الحرف يعني يخرج من يعني بعض الحروف تخرج من نفس المخرج أو في مخرج متقارب، يعني وجود أيضا بعض الأخطاء تسبب ماذا؟ تسبب تغيير الكلمة، مثل يعني عندنا في بعض اللهجات يقول أقول لك، هي أقول لك، أنزين قال قال، أنزين، فبسبب التقارب بين يعني عند المخرج بين القاف والكاف يحدث ماذا؟ هذه انزين. وايضا كلمات اخرى واحرف كثيره يعني تختلف من لهجه للهجه ومنطقه لمنطقه، مثل بعضهم ينطق القاف غين، مثل بدل أقول لك أقول أغول لك. أنا أذكر موقف من مواقف معنا في الوزارة، يوم من الأيام جاء أحد الأخوة عنده طلب، وفي الطلب طبعا مكتوب يعني مكتوب في الرسالة الرسمية، يعني رسالة من ذلك المواطن كاتب طلب إلغاء خطبة الجمعة، إلغاء خطبة الجمعة، إيش تفهموا منها؟ ها؟ لكن بالكتابة مكتوبة، يعني مكتوب إلغاء خطبة الجمعة. فجاء عندي المواطن فقلت له أقول له كيف؟ أقول له تريد تلغي خطبة الجمعة؟ قال لا، قال هذا رسالتك شوفها، واندهش. قال أقول يقول هذا من هذا الهندي، يقول من الهندي.
قلت له ايش يعني صلي؟ هو يلقنه الكلام وهو يكتب، هو في اللهجة عنده يقلب القاف غين، فقالها بهذه الطريقة، والمسكين الهندي سمع غين وكتب غين، الغاء الغاء. فلذلك يعني ينبغي التنبه، يعني أحيانا شوف تقلب المعنى رأسا على عقب، يعني هو يريد تصريح لإلقاء خطبة الجمعة ما إلغاء. فلذلك يعني وهكذا أيضا هذه الأخطاء يعني أحيانا تكون شنيعة. لذلك أنبه علينا أن نترك اللهجة جانبا في القرآن، علينا أن نضبط كل حرف وفق ما مخرجه الصحيح وفق صفاته المطلوبة، حيث أنه يعني ينطق هذا الإنسان هذه الكلمة منضبطة بعيدة كل البعد عن اللحن الخفي والجلي. إذن عرفنا النوع الأول، إبدال حرف بحرف. معي ولا نايمين؟ إذن النوع الثاني أو الصورة الثانية من صور اللحن، إسكان المتحرك. يعني كلمة إنزين هي الأصل حرف متحرك وبالخطأ يسكن. أخطاء كثيرة كما قلت وأكرر، هذه مجرد نموذج ونموذجين، طبعا الوقت لا يتسع، فقط نموذج من كل صورة من هذه الصور، وتندرج أخطاء كثيرة ومتنوعة. إذن إسكان المتحرك مثل هنا في قوله تعالى: قال سننظر أصدقت. بعضهم يخطئ فيسكن الراء، انظروا الراء عليها ماذا؟ ضمة. قال يعني يقرأ بعضهم خطأ يقول سننظر أصدقت، سننظر أصدقت، هذا خطأ يعتبر لحنا جليا. هذا اللحن يدخل في أي صورة؟ في الصورة الثانية، وهي إسكان المتحرك، حرف متحرك يسكن. أيضا من قول سبحانه وتعالى: قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني. افعل ما تؤمر، بعضهم يعني طبعا عند الوقوف عليها عند الكلمة طبعا تسكن الكلام. متى الكلام؟ عندما نصل هذه الكلمة بما بعدها، فبالتالي تكون ماذا؟ ينبغي أن تكون متحركة وتظهر تلك الحركة، لا أن تسكن. إذا سكناها وهي متحركة يكون ذلك لحنا جليا. نعم. النوع الثالث تحريك الساكن. هنا طبعا دخلت في أكثر من بالنسبة لهذا يعني الكلمة هنا، وسنأتي إن شاء الله يعني كتمثيلها في موضع آخر. هنا المقصود النون. النون الأصل ماذا؟ ساكنة. أنعمت، أنعمت، فبعض يقول أنعمت، أنعمت، هذا خطأ شازع يعني في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت، خطأ، هذا لحن جلي. بعضهم يعني ما يحرك تحريك كامل وإنما يقلقلها، يقول أنا عمت أنا، هذا خطأ ولحن جلي واضح ينبغي التنبه له. إذن لابد أن ننتبه في الحركات، كل حركة بدقة، وإن كان كما قلت يعني في هذا الموضع لا يتغير المعنى، لكنه يعني يعتبر لحنا جليا وخطأ. النوع الرابع ما هو؟ إشباع الحركة بحيث يتولد منها حرفا آخر، مثل ثم. طبعا بعضهم يخطئ ويشبع الحركة، هنا حركة إيش في الثاء؟ حركة الضم.
ماذا يقول؟ يقول ثم خطأ، لأن أشبعت الضمة، ويعني طبعا هذا الإشباع يولد حرفا يتوازى مع تلك الحركة. مثل إذا أشبعنا الألف أشبعنا الفتحة يتولد منها ألف، وإذا أشبعنا الكسرة يتولد منها ياء. فلذلك ننتبه، يعني ننتبه من يعني إشباع الحركات، لا نعطيها أكثر من حقها، ولا أيضا نبخسها حقها. وكما يقال التجويد، ما هو تعريف التجويد؟ أولاد تعرفوا تعريف التجويد؟ إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. لا بد أن تعطي كل حرف حقه ومستحقه. إذا ما أعطيت حقه يعني ظلمته وبخست حقه. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كل شيء تعطيه حقه، وهذا أيضا كل حرف تعطيه حقه. ما أعطيت حقه يعني ظلمته، والظلم لا يصح ولا يجوز. إذن إشباع الحركة بحيث يتولد منها حرف، هذا الصورة الرابعة من صور اللحن الجلي. الصورة الخامسة حذف حرف المد، مثل إيش؟ رب موسى وهارون. موسى طبعا حرف المد، إيش تعرفوا حروف المد؟ إيش هي؟ الألف والواو والياء. الألف والواو والياء هذه المديات، طبعا الساكنات. وطبعا قبل الواو إيش؟ ضمة، وقبل الياء كسرة، وقبل الألف لا يأتي إلا مفتوحة. يعني ما جاء قبل الألف لا يأتي إلا مفتوحة. إذن هذه أحرف المد. أحرف المد حكمها في التجويد ماذا؟ أن نعطيها حركتين لا أكثر ولا أقل، حركتين. وطبعا هذه الحركتين بناء يعني للعلم بناء على ماذا؟ على سرعة القراءة، اللي يقرأ بالحذر غير عن اللي يقرأ بالتدوير. فلذلك يعني ينبغي أن ننتبه إلى ذلك. هنا ربي موسى وهارون، صح ولا خطأ؟ خطأ، لأنه هنا موسى، رب ما نزيدها واجد أيضا، ما نقول ربي موسى وهارون، خطأ. حقهن حركتين، ما تعطيها أكثر، ما تقول أنا أزيدها من عندي شوية، لا. أيوة، لابد أن تضبط هذه التلاوة. ربي موسى وهارون حركتين، لا تقصها تعطيها حركة ولا تزيدها. نعم؟ أي نعم. فحقها الحركتين تعطيها حركتين. نعم؟ هي طبعا حركتين لازمات، يعني لابد أن مثلا قال ربي موسى حركتين، ربي موسى وهارون حركتين، ما لا يعني لا يتغير، حركتين وقفت عليها ومسمع. إلا إذا دخلت معها عاد حكم آخر، مثلا يعني مثلا بني إسرائيل، بني يعني جاءت هنا بعدها همزة، بعد الهمزة ينقلب إلى ماش مد منفصل، مد منفصل حكمه آخر، وهو أن يعني يمد أربع أو خمس حركات. إذن ننتبه أيضا إلى هذه الصورة من صور اللحن الجلي، وهو حرف حذف حرف المد.
النوع السادس أو الصورة السادسة تخفيف المشدد، مثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا من ضمن الأخطاء اللي يعني ينبه عليها بالنسبة لسورة الفاتحة، يعني لابد أن نوضح الشدة. الشدة عبارة أن هذا الحرف عبارة عن حرفين، يعني ياء الأولى ساكنة والثاني متحركة، يعني كما قال نشغل المجهر، نشغل المجهر، قل إي يا إي يا، الأولى ساكنة، الياء الأولى ساكنة والياء الثانية متحركة، نقول هكذا إي يا، هذا يعني كما قال بالحركة البطيئة، لكن عندما نقرأ نقول إياك نعبد وإياك نستعين. إذن ما قل لا يعني نمر مرورا هكذا من غير أن نأتي بالشدة، نقول إياك نعبد وإياك يعني نأكلها، لا ولا أيضا نزيدها كثير، بعضهم يعني كما يقال لك يغالق، أنا حتى أعطيها حقها يعني نزيدها شوي، نقول إياك نعبد وإياك، خطأ، لا تزيدها ولا تنقصها، يعني اضبطها بحيث أنه تكون بمعدل حركتين، يعني حركة ساكنة وحركة مفتوحة. هذه الصورة السادسة. الصورة السابعة تشديد المخفف، العكس، هنا تخفيف المشدد وهنا تشديد المخفف، مثل قول الله سبحانه وتعالى لا تسمع فيها لاغية، بعضهم يقول لاغية، يشدد الياء، الياء هنا ساكنة، انزين، هنا نفس الشيء يا صاحبي السجن، الياء في صاحبي ايش مشددة، بعضهم خطأ يشددها، يقول يا صاحبي السجن، خطأ، هنا الياء مكسورة وليست ياء مشددة. إذن ننتبه إلى ذلك. هنا نكمل ما تبقى. الصورة الثامنة إبدال حركة بحركة، مثل الرضاعة، بعضهم يخطئ يكسر الراء ويقول الرضاعة، في الآية القرآنية أتت بالفتح، كونها يعني يجوز لغة أو كذا هذا شيء آخر، لكن يعني تكلم عن النص القرآني أتت بالفتح، نقول الرضاعة وليس الرضاعة، إذا قلنا الرضاعة خطأ، اللحن جلي. النوع التاسع زيادة حرف أو حروف أو كلمة أو كلمات، يعني هذا واجد، يعني بدل مثلا يقول قال وقال. النوع العاشر، بقى نوع آخر، حذف حرف أو أكثر، هنا زيادة حرف وهنا حذف مقابل، حذف حرف أو أكثر أو حذف كلمة أو أكثر، مثل حذف الواو من قوله وإذ قال ربك، قال يقول إذ قال ربك، مثل زيادة جميعا وقلنا اهبطوا، يقول جميعا، هنا لا توجد جميعا في هذه الآية، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. النوع الأخير أو الصورة الأخيرة من هذه الصور إدغام اللام في بعض الحروف القمرية، مثل الجيم في الجنة، يقول الجنة، يقول الجمل، خطأ، القمرية لم تكن مظهرة، القمر، الشمسية، الحروف الشمسية تكون إيش مدغمة، الشمس لم ما تنطق، الشمس. أما بالنسبة يعني الحروف القمرية تكون اللام مظهرة، مثل الجنة، الجمل، الجحيم. إذن يعني هذه أبرز
اللحون التي يقع فيها كثير من الناس، وكما قلت تدخل فيها أمثلة وصور كثيرة جدا.